قال معروف الرصافي في قصيدته الأرملة وطفلتها: لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، أثوابها رثة والرجل حافية، والدمع تذريفه بالخد عيناها، بكت من الفقر فاحمرت مدامعها، واصفر كالورس من جوع محياها، متى الذي كان يحميها ويسعدها، فالدهر من بعده بالفقر أشقاها، الموت أفجاعها والفقر أوجاعها، والهم أنحالها والغم أضناها، فمنظر الحزن مشهود بمنظارها، والبؤس مرآه مقرون بمرآها، كر الجديدين قد أبلى عباءتها، فانشق أسفالها وانشق أعلاها، حتى غدا جسمها بالبرد مرتجفا كالغصن في الريح واصطكت ثناياها، تمشي وتحمل باليسرى والداتها، حملا على الصدر مدعوما بيمناها، تقول يا ربي لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة وارحمني وإياها، يا ربي ما حيلتي فيها وقد ذابلت كزهرة الروض فقد الغيث أضماها، ما بالها وهي طول الليل باكية والأم ساهية تبكي لمبكاها، ما بالها وهي طول الليل باكية والأم ساهرة تبكي لمبكاها، تبكي لتشكو من داء ألم بها، ولست أفهم منها كنها شكواها، قد فاتها النطق كالعجماء أرحامها، ولست أعلم أي السقم آداها، كانت مصيبتها بالفقر وحيدة وموت والدها باليتم ثناها، كانت مصيبتها بالفقر وحيدة وموت والدها باليتم. الإخراج والتنفيذ قناة محمد المدعث.